كانت إحدى النتائج الواضحة التي أفرزها، ولا يزال حراك الجزائر القائم هي الاستقواء الحاسم للمؤسسة العسكرية بقيادة أركانها على مراكز القوى الأخرى التي شكلت النظام السياسي للبلاد طيلة عقدين ماضيين من الزمن تقريبا. فإلى الآن تعتبر المؤسسة العسكرية صاحبة الانتصار الأكبر في صراع الأجنحة الذي يختفي تدريجيا لتتركز عناصر القوة والسلطة في يد القيادة العسكرية القائمة. وبالرغم من أن الجدل لا يزال قائما بين المتابعين بخصوص قضايا عديدة تتعلق بطبيعة القيادة العسكرية القائمة، قيمها، عقيدتها، مشروعها، دورها المستقبلي، نواياها ومدى استعداده لمرافقة مطالب الحراك إلى النهاية، فوضع البلاد على المسار الديمقراطي السليم، إلا أننا نعتقد بأن هناك إجماعا سيكون بخصوص مسألة واحدة، وهي عدم احتمالية حدوث تراجع في ميزانية المؤسسة العسكرية القائمة التي تباشر منذ فترة طويلة عملية تسلح هائلة ودعما كميا ونوعيا للقدرات الدفاعية للبلاد. فخلال السنوات القليلة الماضية تمكنت الجزائر من المحافظة على المرتبة الأولى للبلد الأكثر تسلحا في القارة الأفريقية، إذ تتراوح نسبة استيرادها للسلاح حوالي 52% من السلاح الذي تستورده القارة. حسب تقرير معهد ستوكهولم لسنة 2017، كما يرى التقرير بأن موازنة الدفاع في الجزائر قد حافظت على مستواها خلال السنوات الأخيرة، وقدرت ب 10.1 مليار دولار خلال 2017، وهي تحتل المرتبة 20 عالميا والثالثة عربيا. واحد يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه الجزائر على المستوى الداخلي منذ عقدين استقرارا أمنيا داخليا، ليس من شأنه أن يبرر مثل هذا التسلح الضخم. كما تعرف البلاد في المقابل مشكلة اجتماعية عميقة تكاد تمس كافة القطاعات، تستوجب تخصيص ميزانيات مالية ضخمة على غرار تلك المخصصة للتسلح. أما على المستوى الخارجي فلا تخوض الجزائر حربا ما خارج حدودها، كما لا يوجد تهديد كبير يواجه الأمن القومي للبلد على غرار ما تتعرض له دولة كإيران مثلا، إذ تعرف الجزائر علاقات دبلوماسية جيدة جدا مع كافة القوى الكبرى متضاربة المصالح على حد سواء. كل ذلك صار يساهم بقوة في طرح سؤال جدي عن السبب الذي يجعل الجزائر تجنح لمثل هذا التسليح الضخم. الأبعاد المختلفة لهذا التسلح عبر الاستعانة بشيء من النظريات المساعدة على التحليل، مقسمة هذه الأبعاد عبر ثلاثة مستويات للتحليل: المستوى الدولي، المستوى الإقليمي، والمستوى الداخلي المتعلق بصنع. أولا، مشاريع دولية. التنافس الدولي في شمال أفريقيا تمنح الجغرافية المتميزة لشمال أفريقيا أهمية حيوية لدولها في الاستراتيجيات الكبرى للقوى الدولية الفاعلة. فمنذ مطلع القرن الحادي والعشرين لم تصر فرنسا القوة الأجنبية الوحيدة صاحبة النفوذ هناك، إذ بدأت المعالم الأولى لنفوذ فرنسا الاستعماري القديم تتلاشى مع تنامي الاهتمام الأمريكي بالمنطقة بشكل حصري منذ أحداث 11 من سبتمبر، بينما أدى الانتعاش الجديد لقوى الشرق الصاعدة إلى ظهور منافسين جدد على المسرح. الشمال إفريقي على غرار كل من روسيا والصين، ولن نبالغ إذا ما قلنا بأن تركيا أيضا تعتبر صاحبة نفوذ متنامي في المنطقة على حساب المستعمر القديم، وبشكل غير مسبوق منذ انتهاء فترة الوجود العثماني هناك. إن الأمر الذي يميز علاقة الجزائر مع هذه القوى الفاعلة
هو قدرتها الدبلوماسية على الحفاظ على مسافة واحدة من جميع الفواعل الكبرى، بالأخص الولايات المتحدة، روسيا، والصين، إذ تحظى الجزائر مع هذه الدول الثلاث صاحبة الاستراتيجيات المتنافسة بقوة في العالم بشراكة استراتيجية بشكل أنقذ الجزائر من الدخول في استقطابات ثنائية وصراعات المحاور مثل ما يحدث لمعظم دول الشرق الأوسط. اليوم تعتبر روسيا المورد الرئيسي للسلاح الجزائري، إذ يمثل السلاح الروسي أكثر من 75% من سلاح الجيش الجزائري، كما تستحوذ الجزائر على ما نسبته 52% من سوق السلاح الروسي في أفريقيا. ثانيا، بينما تعتبر الصين المستثمر الأول في البلاد متغلبة على فرنسا منذ سنة 2012، ومع كل القوتين تحظى الجزائر بعلاقات تاريخية عميقة منذ أيام الاحتلال الفرنسي للبلاد. أما بالنسبة للولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، فترى في الجزائر شريكا مهما للحفاظ على الاستقرار الأمني لمنطقة شمال إفريقيا، خاصة بعدما اختبرت هذه الدول مؤخرا ما الذي يمكن أن يحدثه وجود دولة فاشلة، ليبيا على الضفة الجنوبية للمتوسط، من مشاكل أمنية متعددة الأشكال، جماعات إرهابية عابرة للقوميات والحدود، جماعات تهريب أسلحة مخدرات وحتى البشر، الهجرة غير الشرعية وغيرها من أشكال المخاطر والتهديدات المتنوعة. لذا فالجزائر بالنسبة لهذه الدول تعتبر بمثابة دولة حاجزة مهمة من الناحية الجيوتكتيكية، وبالرغم من العلاقات الدبلوماسية والاستراتيجية الجيدة للجزائر مع هذه الدول، إلا أن التنافس الحاصل بينها في منطقة شمال أفريقيا، خاصة بين فرنسا والولايات المتحدة، جعل هذه القوى تستغل بعض الخلافات الإقليمية للجزائر مع الجيران، مسألة الصحراء الغربية، لأجل تحقيق بعض المكاسب السياسية أو الاقتصادية على حد سواء. فإذا ما رفضت الجزائر مثلا الاستجابة لبعض القضايا المفروضة عليها من طرف هذه الدول، فسوف تتجه هذه الدول إلى إظهار دعمها للموقف المغربي في قضية الصحراء الغربية، أو سوف تعمل على إثارة بعض المشكلات الأمنية على الحدود الجزائرية الليبية عبر توفير الدعم اللوجستي لبعض الجماعات الإرهابية العابرة للحدود على سبيل المثال، أو كما فعلت مع اللواء حفتر قبل مدة. وهذا أمر ليس بجديد، خاصة على دولة كالولايات المتحدة الأمريكية التي تسلك سلوكا مشابها في دعم جماعات إرهابية كالبي كاكا والبي يأدي ضد مصالح حليفها التركي في الشرق الأوسط على سبيل المثال. ومن الأيام الأولى لوصوله إلى الحكم بالبيت الأبيض، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفه الصريح المنحاز إلى المغرب في مسألة الصحراء الغربية، الأمر الذي أثار مخاوف الجزائر من احتمالية تغير ميزان القوة في شمال أفريقيا لصالح المغرب. ربما تعتبر صفقات السلاح المهولة التي أبرمها الجزائر مع روسيا نهاية العام المنصرم. يقول خبراء في دراسة عسكرية أجراها مركز بحوث قوات الجو الأمريكية بأن طبيعة الأسلحة التي تشتريها الجزائر من روسيا مؤخرا أسلحة استراتيجية على غرار منظومات الدفاع S-400 تيريمف التي تنصب احتسابا لمواجهة قوى كبرى، وبأن قوات الجو الجزائري للدفاع عن الإقليم باتت من بين أفضل 10 منظومات دفاع في العالم، الأمر الذي يطرح أسئلة محيرة عن السبب الذي يدفع الجزائر إلى امتلاك دفاع جوي بميزات مماثلة لا يجد له أي مبرر سوى وجود مخاوف جزائرية من احتمال التعرض لهجوم جوي مفاجئ من قوة كبرى. لا شك بأن التوجس الذي ساد مؤخرا في عز الحراك القائم بين قيادات المؤسسة العسكرية
المنتصرة من احتمالية متابعة فرنسا لدور تخريبي ما عبر الحدود الجزائرية الشرقية. رسالة لإدارة ترامب بأن للجزائر دوما خيارات استراتيجية بديلة إذا ما تعكرت العلاقات الثنائية بين البلدين بسبب مشكلة الصحراء الغربية، وهذا لن يكون في صالح الولايات المتحدة طبعا التي تستفيد كثيرا من المزايا الجغرافية التي تحظى بها الجزائر في حربها على الإرهاب أو في استثمار بعض شركاتها النفطية بصحراء الجزائر أو في إدارتها للأزمات في المنطقة على رأسها الأزمة الليبية الراهنة. الأمر الذي يجعلها في مهمة صعبة جدا لتأمين هذه الحدود الصحراوية الحارة التي تعرف تنقلا نشطا لجماعات إرهابية كثيرة على غرار جماعة القاعدة في المغرب الإسلامي، هذا وبالإضافة إلى حدود برية مع تونس قدرها 965 كيلومتر. وكما هو معلوم فإن هذا البلد يشهد اضطرابا سياسيا داخليا منذ سنة 2011 جلب تدخلات سياسية من أطراف خارجية عقدت من الوضع الأمني هناك. أما من جهة الغرب فتوجد المغرب والحدود بين البلدين مغلقة منذ سنة 1994، والعلاقات متوترة بسبب أزمة الصحراء المتنازع عليه. أما من الجنوب فالجزائر تتشارك حدوداً ضخمة جداً مع كل من مالي 1376 كيلومتر والنيجر 956 كيلومتر، وهي حدود أيضاً تعرف نشاطاً غير مسبوق لجماعات انفصالية وإرهابية تنتقل بسهولة على طول دول الساحل الإفريقي. وربما نكتفي هنا بالإشارة إلى جماعة الأزاواد الانفصالية وأقلية الطوارق أيضاً التي تريد إقامة دولة له ألف تشمل جزءاً من حدود الجزائر الجنوبية. لذا فالإقليم الواسع الذي تحظى به الجزائر والحدود المشتعلة التي تحيط بها آلاف كلم حدود برية تفرض عليها أن تكون متأهبة على الدوام، خاصة بعد حادثة اختطاف الرهائن بمنشأة تيغنتورين للغاز الطبيعي بمنطقة عين أميناس بعمق الصحراء الجزائرية سنة 2013، حينما شنت جماعة إرهابية هجوما على المنشأة واعتقلت عددا من الرهائن الجزائرية والأجنبية. حينها رد الجيش الجزائري بكل قوة من دون تفاوض مع الإرهابيين منهيا الأزمة بتصفيتهم، وقد راح ضحيتها العديد من القتلى الرهائن بناء على ما سبق. فلنتصور الكم الهائل من الجنود المرابطين على الحدود ومن العتاد الحربي الذي تحتاجه الجزائر لتأمين نفسها من مثل هذه المخاطر والتهديدات غير المنتهية.